توجهات من سيادة الرئيس في يعني محددة بالكلمات وموصفة جيدا، كيف تراها في هذا التوقيت؟ طيب خليني أقول لحضرتك، أمام الحكومة الجديدة عدد من التحديات كبيرة، وأشار ليها كمان تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. أول تحدي عندنا هو التضخم. التضخم النهاردة خاصة التضخم جزء كبير جدا مستورد منه، في ظل أن أنت ما زلنا بنعاني من الخلل الهيكلي في الميزان التجاري المصري، خاصة أن احنا بنستورد تقريبا في المتوسط حوالي 90 مليار دولار وبنصدر بحوالي 45 مليار دولار. وهنا لينا وقفة كبيرة شوية، أن احنا محتاجين الإنتاج، محتاجين نشتغل أكتر، وبالتالي على كل الأصعدة سواء كان الصناعة أو كان الزراعة أو كان السياحة، انت عندك دول اهم ثلاث مجالات، خاصه ان عندك مزايا نسبيه فيهم. بنتكلم على الصناعه، انت عندك عدد من الصناعات متوطنه بالفعل، عندك فيها مزايا نسبيه. لما بنقول ان صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزه احنا بنصدر بحوالي 3 مليار دولار، في حين ان انت عندك مقاصد اخرى منافسه بتصدر بارقام وهي في نفس حالتنا. عندك ماليزيا بتصدر بها بحوالي 20 مليار دولار، بنجلاديش ب 19 مليار دولار، تركيا بتصدر بحوالي 30 مليار دولار، فما زال امامنا فرص كبيره في القطاع الصناعي بشكل عام. القطاع الزراعه النهارده منظمه الغذاء العالميه في ظل التغيرات المناخيه الموجوده النهارده بتحذر ان حوالي 10% من سكان العالم عندهم مشكله ونقص حد في التغذيه، بما يعادل حوالي 768 مليون شخص حول العالم. فالحل هنا ان انا اوصل لاكبر نسبه اكتفاء ذاتي من الزراعه، وده اللي خلى الدوله الفتره الاخيره، والمناسبه احنا بنقدم الشكر لحكومه الدكتور مدبولي، خاصه انها واجهت تحديات كبيره على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي في الفتره السابقه. وبالتالي النهارده اضافوا حوالي 3 مليون فدان على الرقعه الزراعيه اللي هي 9.5 مليون فدان الموجودين، وبالتالي حجم الرقعه الزراعيه حوالي 12.5 مليون فدان. ما زلنا محتاجين بشكل اكبر السياحه. صحيح. وده ملف مهم طبعًا جدا طبعًا، لان ده هيؤدي الى حل المشكله الاقتصاديه بتاعتنا. حل سريع ومنجز بالتاكيد، وعندك الغرف الفندقيه الجاهزه للتشغيل، وعندك القدره، عندك البنوك النهارده والتنوع تمول بالتاكيد. احنا عندنا دايما في جدليه بيقول احنا عندنا ثلث اثار العالم ولا ثلثين اثار العالم، في النهايه انت عندك اثار العالم، موجود اثار في الدوله المصريه متميزه وفريده عن مثيلتها، حتى زي انا عندي اثار وعندي شواطئ وعندي سياحه دينيه وعندي سياحه علاجيه وعندي كل حاجه. بالتأكيد. خليني يا دكتور بلال يعني كمان برضو يعني استفيد بمداخله حضرتك معانا، في ظل هذه المتطلبات وفي ظل هذه التحديات وفي ظل هذه التكلفات، تفتكر حضرتك ممكن حكومة تسيير الأعمال تستمر معانا؟ احنا النهاردة يوم الاثنين، في 3-4-5 وعندنا أسبوع قبل أجازة العيد، يعني تقريبا 10 أيام. حكومة تسيير الأعمال قد نشهد تشكيل الحكومة الجديدة هذا الأسبوع أم الأسبوع القادم أم بعد عيد الأضحى؟ اعتقد ان هيكون بعد عيد الاضحى، ولكن انا احبذ يعني ان يكون التشكيل هو يعني ان كان يكون سريع جدا، لكن يتطلب بعض الحاجات. يعني خليني اقول لحضرتك مثلا، لو احنا بنتكلم اهم تحديين انا شايفهم، ان انا عايز اعمل عمليه ترشيد للنفقات بسرعه وعايز ازود الايرادات. لو احنا بنتكلم عن ترشيد النفقات، يبقى من اول يوم الهيكل الاداري بتاع مجلس الوزراء ده محتاجينه كمان يكون يتميز بترشيد. يعني لما بنشوف النهارده ان عدد الوزارات اكثر من 30 وزاره، في حين لما بنشوف الدول المتقدمه بقى، مش احنا عايزين نبقى دوله متقدمه، بنلاقي ان عندك دول الاتحاد الاوروبي بيتراوح متوسط فيها من 15 ل 20 وزير. بنلاقي ان مثلا الصين حوالي 18 وزير. فبالتالي ان انا محتاج ابدا من هنا، ابدا من عمليه ترشيد النفقات من الوزارات، اعمل عمليه دمج. لما بيكون عندي وزاره زي التعليم العالي والبحث العلمي، وزاره اخرى اللي هي التربيه والتعليم والتعليم الفني، طب ما احنا ندمج الوزارتين، يبقى انا عندي وزير للتعليم، بالتالي يضع رؤيه للنمو متكامله من حضانه لجامعه، متكامله من حضانه لجامعه، ويبقى عنده بقى المساعدين اللي هم اللي تحتيه، المساعدين دول هم يبداوا يشتغلوا بقى في ملف الفني، ملف التعليم ما قبل الجامعي، ملف التعليم الاساسي. لما بنتكلم على وزارتين زي الزراعه والري، ما اقدرش افصل الزراعه عن الري، الاثنين وزاره واحده، خاصه لان ده بيقدر يحدد لي حجم المحاصيل اللي انا محتاجها، وخصوصا ان كل شغل وزاره الري متعلق بالزراعه، هي لا تتعلق يعني الميه بتاعه الاستخدامات بتاعتنا في البيوت دي تبع الاسكان، لكن كل ميه الري دي للزراعه بالتاكيد. فبالتالي يقدر يحط لي خطه ايه المحاصيل الزراعيه اللي انا احتاجها. انا ممكن استورد المناسبه بعض المحاصيل اللي انا بتحتاج مني مثلا ميه كتير قوي، وبالتالي اخد المحاصيل اللي انا عندي مزايا نسبيه، المناخ بتاعي بيسمح لها، بالتالي بتاخد ميه قليله عشان انا عندي مشكله في الميه، يبقى انا هنا النهارده اعمل عمليه زياده القيمه المضافه. ده لو احنا بنتكلم على ترشيد النفقات. من ناحيه ثانيه لو زياده الايرادات، يعني انا عندي مثلا وزاره زي الاوقاف،
وزارة الأوقاف بيديرها وزير الأوقاف فيها جزء ديني والجزء الثاني أو الوعظ يعني والجزء الثاني اللي هو إدارة الأوقاف. فإدارة الأوقاف لما لم يتم إسنادها لوزير الاستثمار يكون لديه خلفية استثمارية يقدر يعظم العائد على الاستثمار في صحيح. احنا بنتكلم على أموال الدولة صحيح. من الملفات الثانية برضو الشائكة أيوه. دمج السوق الغير رسمي في السوق الرسمي ده دي إشكالية كبيرة يا دكتور بلال واقتصاد كبير غير رسمي. هقول لحضرتك الأرقام اللي هي مش محدثة اللي صادرة حتى من الدولة يعني أرقام 2021 تقريبا بتقول لك إن حجم الاقتصاد الرسمي بتاعك بتروح من 6 ل 7 تريليون جنيه. أعتقد الرقم ده يزيد شوية يوصل ل 10 تريليون جنيه مع التضخم ومع مع التقدم كمان في الزمن يعني. الاقتصاد الغير رسمي كان بيشكل 2.6 تريليون جنيه يعني يشكل حوالي 40% من حجم السوق ده وفقا والتصريحات اللي موجودة. ده بعيد عن أي حاجة. حضرتك إن أكثر من 50% من حجم السوق من 50 ل 60% من حجم السوق ده سوق غير رسمي. وبالتالي السوق الغير رسمي ده احنا محتاجين ندمجه في السوق الرسمي علشان الراجل ده يقدر تمام يا دكتور بلال ياخد مرتب طيب. من الدوله على 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 قول الدمج. وخليني طبعا عشان معلش الوقت هستأذن حضرتك، هل ترى ان احنا هذه الحكومه الجديده قد تشهد بعض الدمج ام انها امنيه خاصه لحضرتك يعني رؤيه، ولا قد نشهد بعض الدمج في الوزارات القادمه؟ والله اتمنى يعني هي رؤيه، واعتقد يعني ان الحاله الاقتصاديه النهارده بتتطلب ده خاصه بقى. ممكن نضيف بعض يعني لو احنا هنعمل دمج يعني يحضرني مثلا الهند، تجربه الهند في الاقتصاد بتاعها اجمع على اقامه وزاره خاصه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. انت عندك النهارده وضع مستهدف انك انت الدوله تصل الى حجم صادرات ل 145 مليار دولار. ال 145 مليار دولار انا النهارده ما اقدرش اعمل بقى اخش في الصناعات الثقيله قوي لانها بتتطلب مني تكلفه صحيح يا دكتور بلال. لكن النهارده التكاليف المشروعات الصغيره اللي هي متناهيه الصغر تعتمد على الموارد البشريه وعدد العمال اللي هو متوفر.